على ضوء التطورات في قطاع غزة، كنا نسمع قبل أيام الحديث عن مرحلة ثالثة للحرب من طرف جيش الاحتلال، لكن الآن القناة العبرية 12 تتحدث على أن الجيش أو جيش الكيان يستعد لتغيير خطته في غزة لإدراكه أن المقاومة لن تهزم إلا بحرب استنزاف طويلة. في رأيك هل نحن فعلا أمام مرحلة يفكر فيها العدو الصهيوني في تغيير الخطة، أم هو ضمنيا إعلان هزيمة؟ هو بدأ في الخطة منذ أيام، ولكن وهي الخطة التي تقول تقليل الضرب العشوائي والتركيز على أهداف محددة، وهذا أحد أسبابه. على كل حال، نفاذ ذخيرة TNT اللي بيصنعوا فيها المتفجرات من العالم في كثير من الدول، وإسرائيل غير قادرة تحصل عليها بسبب الحرب الأوكرانية وغيرها، هذه تقديرات جنرالات إسرائيلية. ولكن في تكتيك المرحلة والحرب والعدوان، صمود المقاومة، ثبات المقاومة، والذي جعل كتيبة جولاني تنسحب، والذي جعل إسرائيل تدفع بثلاث ألوية كبيرة جدا، صمود المقاومة وخبرتها وجسارتها، أصبحت المقاومة على درجة عالية من الخبرة والجسارة، وتطوع عملياتها وتكتيكاتها مع واقع العدوان الغريب عنا الكيان الصهيوني. هذا التغيير تكتيكي وليس جوهري. ما زال نتنياهو، ما زال جنرالات الحرب مع العدوان، بالرغم أن الكثير من ضباط الإسرائيليين يقولون بملء الفم، يعني مثلا دان حلوتس وهو رئيس هيئة أركان سابق يقول خسرنا الحرب ومطلوب رحيل نتنياهو. كبار الضباط يقولون إسرائيل بعيدة عن أي تحقيق لصورة نصر واضحة استراتيجية. ومع ذلك في خطابة للكنيسة اللي هي برلمان الصهاينة، نتنياهو أول أمس أصر على الاستمرار في العدوان رغم مناشدات واحتجاجات أهالي الأسرى الصهاينة، ورغم حديث رئيس المعارضة لبيد بالقول أن السنوار وغيره يمكن قتلهم في أي فترة ممكنة، ولكن علينا إخراج الأسرى بأسرع ما يمكن. نتنياهو لأسباب الشخصية ولأسباب أخرى يريد الاستمرار. سيذهب أعتقد وزير التخطيط الاستراتيجي إلى أمريكا غدا، سيصل وسيجري مباحثات حول المرحلة المقبلة للعدوان والتي جوهرها ضربات دقيقة. ولكن إسرائيل تدرك تماما أن استمرارها في الحرب وتغيير التكتيك من هذا الشكل إلى شكل حرب العصابات، حرب العصابات يعني زج بالكثير من الجنود المشاة في أرض المعركة، وهذا بالتجربة خلال 80 يوما فشلت إسرائيل وتكبدت خسائر كبيرة. وإسرائيل لا تريد، وأمريكا من خلفها لا تريد أن تتعلم من تجارب غيرها. اليوم أمريكا ترفض تزويد إسرائيل بطائرات هليكوبتر مروحية دقيقة، وأخرت تزويدها بالسلاح، وحتى أمريكا أصبحت تنزعج من إسرائيل رغم أنها ما زالت تدعمها.